السلام عليكم. لو انا عايز اغير شكل الديزاين الموجود، هروح للديزاين ومن الزيمس ابدا اختار الزيمس من الموجودين، هو بيبدا يظبط لي الالوان الاشكال وكل حاجه. اهوت اختار مثلا حاجه بالشكل دوت، وتقدر لو انت عايز تعدل التعديل مثلا في المتغيرات بتاعتها تقدر تختار زي ما انت عايز من هنا. طيب خلينا مثلا نختار شكل مثلا زي دوت. طيب بعد كده مثلا انت عايز تغير لواحدة فيهم معينة مثلا ديت، تقدر تعمل عليها سيلكت وتغير الكتابة، أو تقدر تعمل عليها سيلكت ومن هوم هتلاقي هنا الأشكال بتاعت السلايد بتاعتك، تقدر تختار اللي أنت عايزه. مثلا هنا تقدر تختار اللون اللي أنت عايز تملاه بيها اللاين، تقدر تعمل لها إفكت معين شادو مثلا. ممكن لو انت عملت سيلكت على التكست نفسه تقدر تغير التكست، حجم التكست ولون التكست، تكبر التكست زي ما انت عايز، تغير نوع الكتابة، نوع الخط بتاع الكتابة، تغير تخليه بأشكال مختلفة زي ما انت عايز.